الجميع مشاهدينا الكرام، خلال أمسية اليوم إن شاء الله السحب ستلتحق على الوجه الشمالي الغربي والوسطى، تكون أكثر كثافة خلال الليل، أمطار على شكل زخات رعدية على الوجه الغربي والوسطى. حتى مصلحة الأرصاد الجوية أصدر التنبيه من المستوى الأول عن تساقط أمطار معتبر على كل من ولاية لمسان، عين تيموشان، مستغانم، ولاية سيدي بلعباس، كذلك معسكر، غليزان، أيضا ولاية شلف، حتى على ولاية عين دفلة، بليدة، تيبازا والعاصمة. إذا أمطار على شكل زخات رعدية معتبرة إن شاء الله. أما خلال يوم الغد اضطراب جوي سيخص تقريبا كافة المناطق الشمالية خلال الصباح على الوجهة الغربية، لكن الأمطار ستتوسط في التساقط على المناطق الوسطى والشرقية على شكل زخات رعدية على السواحل حتى المرتفعات. الأمطار ستزداد غزارة على الوجهة الساحلية، بعض الرعود المنعزلة على شمال الصحراء منطقة الواحات، وأجواء مغشاة على منطقة الثورة والصحراء الوسطى. خلال ليلة اليوم وخاصة صباحة الغد مقاييس ما بين 5 درجات إلى غاية 11 درجة على الواجهة الشمالية، 10 درجات على كل من بشار، كذلك إليزي وتمن رست، 17 درجة على أقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد درجة الحرارة القصوى ستبقى دائما مرتفعة على الواجهة الساحلية الغربية، لكن ستعرف تراجع المرتفعات والهضاب، 12 درجة على الجلفة المشرين عمور البيض، 18 درجة على العاصمة، نفس المقياس على منطقة الواحات، 25 درجة على غرداية كذلك بشار، لترتفع لغاية 35 درجة على أقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد ننتظر بحر قليل اضطراب الى مطر محليا تقريبا على كافة السواحل خاصة على السواحل الغربية والوسطى، رياح ضعيفة الى معتدلة لن تتعدى 40 كيلومتر في الساعة. حول الطقس على بعض عواصم امريكا الشمالية، اين امطار على فانكوفر مع 9 درجات، ثلوج على موريال نيويورك وحتى على واشنطن، درجتين فوق الصفر على موريال، لكن طقس حار مع اجواء غائمة على ميامي 31 درجة، أجواء مغشاة على مكسيكو مع 27 درجة. وقت غروب الشمس ليوم الغد إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون في تمام 6:52 دقيقة. ولتواصل معنا نحو الطقس ما عليكم إلا زيارة مواقع الأرصاد الجوية. أشكركم على